السلام عليكم مشاهدي الأعزاء، في هذه الحلقة سأشرح لكم طريقة تخطي حساب جوجل في سامسونج جي 4 بلس. بعد الفورمات تأتينا هذه الواجهة، نغير اللغة من هنا ونضع اللغة الفرنسية، نضغط على ديماراج ثم نختار الشبكة وندخل كلمة المرور الخاصة بنا من هنا، ثم نضغط على سويفون، ثم نعلم على جميع هذه الخيارات ثم سويفون. ثم كما ترون نضغط على اتيليزي مون كونت جوجل على بلاس، ثم نعود الى الوراء ثم علينا بجلب بطاقة سيم يكون عليها كود بين، ندخلها للهاتف ثم نقوم نتراوح ثم نضغط على زر الباور أو زر إشعال الهاتف، وفي نفس الوقت ثم نخرج الشريحة قليلا ثم نضغط أوكي، ثم ندخل الشريحة مرة أخرى كما تشاهدون. ثم نخرج بطاقة السيم ثم نضغط على هذا هكذا قليلا، ثم على هذا الخيار برامات نوتيفيكاسيون، ثم نذهب إلى يوتيوب نضغط عليه، برامات
ابليكاسيون، ثم الى بعد الخيار هيستوريك، ثم الى بعد الخيار كونديسيون ديتيليزاسيون دي يوتيوب، نضغط عليه، ثم نضغط على هذا الرابط اليوتيوب، ثم نكتب جوجل، نضغط على جوجل، ثم على جوجل، ثم نضغط هنا ونضغط على كويك شورت كوت، ولم يجدها يكتبها، نضغط اوكي، ثم نضغط على هذا الخيار الاول كما ترون، نضغط عليه، ثم على هذا الخيار دانيال فيرسيون، ثم على تيليشارجي للتحميل. نضغط على تيليشارجي، ثم نفتح هذا الملف، ثم نضغط على انستالي، ثم نفتح هذا التطبيق، ثم نذهب إلى أبليكاسيون، ثم إعدادات، ثم إلى أبروبو دو تيليفون، إنفورماسيون دو لوجيسيال، ثم نذهب نيميرو دي فيرسيون، نضغط عليه، ثم نرجع إلى الوراء، ثم أنولي، ثم نذهب ونبحث عن تطبيق سامسونج، كما ترون تمت عملية تخطي حساب جوجل. نذهب إلى يوتيوب، وأشغل قناتي على اليوتيوب. هذه هي قناتي، لمن أعجبه الفيديو يشترك في القناة ويضع لايك مع تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم.
وألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.